الشاعر والملحن توني أبي كرم، اشتقنا لك وما اشتقنا لك، عم نشوفك ومش عم نشوفك. عم تعطيني مطلع غنية هلا، اشتقنا لك وما اشتقنا لك، حلو الفكرة. يلا هاي خبرية حلوة، بكن نعطيها لشربي. هلا بنحكي عن شربي. توني بعرف هلا رجعوا اجتماعات المهرجان الزمن الجميل، حنحكي عنه، ولكن اليوم بدنا نبارك لأميرنا مكرزي كمان إحدى أعضاء اللجنة. قد إيه بتنبسط إنه السينما اللبنانية برغم كل الظروف بعد في سينما لبنانية، بعد في إنتاجات؟ طبعا هاي شغله ما سهله، اليوم كل عمل من هالعمل يعتبر عمل انتحاري مش هيني، يعني في صرف، يعني في ايمان بالبلد بعد، هيدا الحقيقه يعني. ونحن موجودين هون كرمال نشجع هالشغل اللي عم ينعمل، وعم نحب شغله اكثر شيء انه هالنوع من الافلام بجيب البسمه عقلو بالعيان، يعني من البروموشن بتشوفه على التلفزيون بتحس بدك تيجي تحضر تتنبسط تضحك تتسلى. برافو عليهم. بالعودة لمهرجان الزمن الجميل، شرب الفهم صديقي لما استمعنا للأغنيات الخاصة بالزمن الجميل قال لي الله على الأغاني يا ريت بترجع، فكان في عنده كلمة بدي قال لي إياها، فقلت له هلا بنقولها قدام أستاذ توني. أول شيء مساء الخير والله يقويكم. صراحة نحن بدنا نتشكر أول شيء دكتور هراتش على هالعمل الإنجاز اللي عم يعمله، كلنا بنعرف إنه الدولة ما عم تقدر هالفنانين الزمن الجميل وهن مش طالبين إلا شوية تقدير، وعن جد لازم يبينوا لأنه في كتير شباب بتحب الموسيقى أو موسيقية أو فنانين بالجيل الجديد في كتير قصص ما عم تعرفها، لازم يبينوا لما يتعلموا منهم، لما يتعلموا من هيدي الجرة المجرورين لقلها نحن هلا. يعني الله يقويه ويعطيه على قد نيته اكيد، وعن جد بيرفع الراس. هيدي الدلاله انه الجيل الشاب السيستوني بده بعده يسمع اغاني الطربيه، ما بده يسمع اللي يعني المخرج ما بده، يعني المستمع ما بده هيك، المخرج يمكن عم بيخرج مثل ما هو بده، ولكن المستمع بده اغاني طربيه، فممكن نجمع فنان مثلا جيل شاب باغنيه قديمه تكون عم بيتعاطى القديم مع الجديد. هلا لأقول لك، اليوم كل شاب وكل حدا صوته حلو ومقتنع بإمكانياته بحب يسمع الأشياء اللي فيها شغل، الأغاني الطربية، الأغاني الثقيلة، الأغاني اللي فيها مغنى، كل واحد عنده ثقة بنفسه، عنده صوت حلو بيتجه إنه يسمع هاي الأشياء لأنه بحس حاله هو معنى بهذا الموضوع. هلا ما بدنا نعمل مقارنة بين الأغاني تبع الجيل القديم والجيل الجديد يلي نحن عم نعمله وصاروا فولكلور، يعني في عنا أغاني أنا عمري 20-22 سنة اليوم بعدها كأنها مبارح نازلة، هاي أغاني فولكلورية وجدت لي طبقة، حتى ما نضل غرقانين بالقديم، القديم نستفيد منه تنعمل نحن كيان لنا، وهذا اللي عم نجرب نعمله. ما بحب يصير في مقارنة أبدا مع الأشياء اللي على إذا بدك ما مش عم بعرف لقيه لوصف يلي كتير موجودة بالسوق، بس هيدي كلها مثل البوب كورن بروحه، عرفت كيف؟ حلو التعبير. إذا سوينا بدنا نتشكر كمان مدامتك الملهمة الدائمة، مساء الخير. مساء الجمال. لقطتك تحت الهواء. بعرف ست مرة ما بتحب تحكي، ولكن دائما أستاذ توني بيقول لي الملهمة الوحيدة لما بدي أعمل أي أغنية إن كانت من هون أو من هون حضرتك. هي قله أسأله أي أكثر أغاني بحبها اللي هو كاتبها بكون أنا ملهمته، شو هن الأغاني؟ أسأله. أصلا جني جني يا عيوني شو بحبك أنت ومجنون. وبس كنت مخانق انا وياك طبت لها تركني لحالي تركني وروح الله. يعني مثلا ما زال هيك بدها هي افترت على حالها. شكرا سيستوني وينعاد عليكم، وان شاء الله ملتقى هيك بمهرجانات جديده وبافلام جديده، ونطيل مهرجان الزمن الجميل لا محال. حضري ان شاء الله يكون شرب اللي عنده فرصه كمان ينطلق، حس حاله عنده ثقه بنفسه، عنده امكانيات غنائيه، ضروري ياخذ محل بالساحه. وانت بتعرف اهم النجوم موجودين على الساحه كلهم اكلوا من هالكتف طيران. ان شاء الله يكون شرب الله. يا هلا. شكرا. Thank you.